السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي على اليوتيوب يوميات كريمة كريمة. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم مكرونة المقرمشة أو سناكس المكرونة والمكرونة التسالي. طريقة سهلة خالص وبسيطة، مكوناتها موجودة عندك، اعمليها بسرعة من غير مجهود ولا تعب ولا وقت، اعمليها وتسلي بيها، بجد طعمها خرافة. أنا واثقة إن شاء الله أنها تعجبكم. افحلي على النار، حطيت مية واستنى لحد ما تغلي، بس حط فيها ملعقة ملح وملعقة زيت واستنى الماء لحد ما تغلي، ما ينفعش احط فيها المكرونه الا لما تغلي عشان ما تعجنش منك. دلوقتي احط فيها سنه صغيره لون طعام، دي حاجه اختياري مش اساسيه، ومش عايزه تحطها ما تحطهاش عادي براحتك، بس انا بحطها بحسها بتدي بهجه للمكرونه. دك احط المكرونه في الماء بعد ما غلت واستنى لحد ما تستوي. بص ما تتهريش عشان تبقى مستويه، مسكت تلاقيها مستويه معاكي، بس ما تبقاش معجنه جامد عشان ايه لما تتحمر تبقى حلوه. بعد المكرونة ما استوت حطيت مصفاية في الحوض وحط فيها المكرونة واصفيها من المية السخنة اللي فيها، صفيها كلها. أبص استوت معايا بالطريقة دي، دقة أحط عليها مية باردة عشان ما تعجنش وتفلت كلها عن بعضيها، واصفيها خالص من المية اللي فيها واستنى لحد ما تنشف نهائي. اهو بص المكرونه عندي نشفت ازاي، ما بقاش حواليها اي حته ميه. اهم حاجه لازم تنشف معاك عشان ما تعجنش لما تحط عليها الدقيق. دك احط عليها ملعقتين كبار دقيق، ادي اول ملعقه، ادي الملعقه الثانيه، واقلبها كويس خالص في الدقيق واخلي الدقيق يروح في كل حته فيها. اهم حاجه زي ما قلت لك لازم تصفيها من الميه كويس خالص واستنيها لحد ما تنشف من الميه، وبعد كده تدخل الدقيق في كل حته فيها. ولون الطعام ده قلت لكم حاجه مش اساسيه، والاساس انك تحط ملح وزيت في الميه اللي بتغلي بيها، وبعد ما تصفيها تكب عليها ميه بارده عشان تفلت عن بعضيها. في طاسه سوري على النار، حطيت زيت واستنيت لحد ما سخن وهديت عليه النار شويه، خليت النار وسط. ودك احط المكرونه، اهم حاجه تخلي المكرونه بعيد عن بعضيها، ما تخليهاش كده داخله في بعضيها عشان ما تبقاش معجنه، يعني حاول كل ما عندك تفلتيها عن بعضيها. اهو عندي بعد المكرونه ما استوت كويس خالص، بص مقرمشه ازاي، بجد فظيعه خالص، بس ان شاء الله هتعجبكم. بص اللون الاحمر عطيها بهجه ازاي. دلوقتي هجيب سنه ملح مع سنه كمون، ممكن تحطي حته توم باودر، بس انا مش هحط، انا دوب هكتفي بس بالكمون والملح ورشوا عليها. على فكره مش هي دي بس الكميه اللي عندي، دي نص الكميه، احنا النص الاولاني عملناه واكلناه، قعدش بس معي غير الجزء ده البسيط. واقلبه كويس خالص ده مع الملح والكمون، قدمته في طبق، بجد طلع ضعف الكميه، طلعت كد الكميه دي تاني.